كم سيد الوزير، السؤال ديالي اليوم حول الضمانات اللي وفرتها الحكومه الجاليه المغربيه بعد طرح مؤخرا الحكومه على اللجنه قانون 77-19. كاين ارتباك وسط الجاليه سيد الوزير، الناس اليوم الجاليه ما داخلش باش يفوجوا، داخل بها املاك ديالهم متخوفين، كيقول لك بان الاتحاد الاوروبي قادر اليوم يتابعنا بالتهرب الضريبي ويقدر نتعرضوا للسجن او الاشياء بحال هذا القبيل، والحكومه ما حمتناش في اطار انها عرضت القانون بشكل مباشر وما شاركتنا حتى شريك تقدر تستشر معنا في المساله هذه. شنو هما الضمانات اللي تقدر توفرها الحكومه المغربيه الى خرج هذا القانون هذا؟ السلام عليكم ورحمه الله مشاهدي الكرام، مرحبا بكم مره اخرى، نتمنى نلقاكم في صحه جيده كما العاده. الخوت اللي غادي نتكلم لكم على الموضوع اللي داير ضجه في اوساط الجاليه المغربيه اللي فكينا في العالم كامل، اللي هي واش فعلا الحكومه المغربيه غادي تبيع المعلومات ديالنا البنكيه والعقاريه الى الدول الاوروبيه، خاصه بان شفنا بزاف ديال الجاليه اللي طردوهم من المنازل ديالهم في بلجيكا وفي عده دول اوروبيه، وكاين بعض المتابعات القضائيه اللي ممكن انهم يتم متابعتهم. علاش؟ لانهم عندهم املاك في المغرب. اليوم احد الصحفيين سول الناطق الرسمي باسم الحكومه المغربيه وقال ليه راه بزاف ديال الجاليه المغربيه داخله المغرب باش تبيع الممتلكات ديالها وما دخلاش باش تدوز الصيف، لانها ساخطه للحكومه المغربيه لانها بغات تعطي لا توضيحات ولا يعني تنفي او تاكد بان فعلا غادي تعطي المعلومات المصرفيه والعقاريه الى الدول الاوروبيه، وبالتالي غادي يتم معاقبه الجاليه اشد عقاب هنا في دول الاقامه. فالناطق الرسمي باسم الحكومه جاوب، وغادي نحاول نخليكم مع الجواب. لكن الخوت الله يجزيكم بخير، قبل راه دائما كنديروا مواضيع اللي كتهمكم، ما تبخلوش باللايكات والبارتاج، لان اللايك راه ما كنستافدوش منه شي حاجه، راه فقط باش انك تدعم الفيديو باش ان الجاليه كامله تستافد. ودائما كناكد على ان الدال على الخير كفاعل. الخوت نخليكم مع السؤال ديال الصحفي اللي كان جري واللي مثل صوت الجاليه، ونشوفوا كذلك الجواب كيفاش جاوب الناطق الرسمي باسم الحكومه. خليكم الخوت ورجع لكم. الوزير، السؤال ديالي اليوم حول الضمانات اللي وفرتها الحكومه الجاليه المغربيه بعد طرح مؤخرا الحكومه على اللجنه قانون 77-19. كاين ارتباك وسط الجاليه سيد الوزير، الناس اليوم الجاليه ما داخلش باش يفوجوا، داخل بها املاك ديالهم متخوفين، كيقول لك بان الاتحاد الاوروبي قادر اليوم يتابعنا بالتهرب الضريبي ويقدر نتعرضوا للسجن او الاشياء بحال هذا القبيل، والحكومه ما حمتناش في اطار انها عرضت القانون بشكل مباشر وما شاركتنا حتى شريك تقدر تستشر معنا في المساله هذه. شنو هما الضمانات اللي تقدر توفرها الحكومه المغربيه الى خرج هذا القانون هذا ديال تبادل المعلومات سيد الوزير الى كنتي ما عرفتيش القانون؟ بالنسبه للاتفاق، الاتفاق اللي تكلمتي عليه، هنا اولا هناك القانون الذي بموجبه يطبق الاتفاق، ولكن احنا كنتكلموا على الاتفاق. الاتفاق ليس هناك الان اي حاجه اللي تقدر اليوم تخوف اي مغربي كيف ما كان في اي منطقه في العالم، سواء مغاربه العالم، نبغي نطمئنهم، ما كاين حتى حاجه اللي كتمس بال يعني بال بالحقوق ديالهم او اللي كتمس بوضعيتهم. نعم الخوت، كما شفتوا في التصريح او في الندوه الصحفيه اللي قدمها الناطق الرسمي باسم الحكومه واللي جاوب على السؤال ديال بان الجاليه المغربيه راه ساخطه. علاش؟ لان ما كاينش تجاوب عند الحكومه لعده اشهر. حنا فقط اليوتيوبر اللي كنتكلموا كنحاولوا نوصلوا صوت الجاليه الى الحكومه، لكن اليوم خرج الناطق الرسمي واكد بان الاتفاقيه فعلا راها كاينه في البرلمان، وهذا هو الخوت اللي باقي ما بغاش يتفهم ليا. الاتفاقيه راه كان في البرلمان، كاينه في اللجنه باش انه غادي يصوتوا عليها، لكن الناطق الرسمي باسم الحكومه يؤكد بانه يعني على الجاليه الا تخاف وان تطمئن، وبان ما غاديش يضروا المصالح ديالها، وبان الناطق الرسمي باسم الحكومه يعني كياكد لهم بان الحكومه ما غاديش تعطي المعلومات ديالهم الى الدول الاوروبيه، او قال بان حتى لو عطينا معلومات يعني ما غاديش نضروهم بهذه المعلومات. نشوفوا الخوت البيان اللي جا هو هذا: الحكومه تطمئن الجاليه حول تبادل المعلومات المالية وتؤكد أنه لا يوجد ما يمس بحقوقها ووضعيتها. وهنا ما نفاش بأن ما كايناش الاتفاقية ولا ما غاديش ننفذ الاتفاقية، بل قالت بأننا ما غاديش نضروا الجالية وصافي، يعني غادي يحاولوا ينفذوها بشي طريقة اللي ما فهمتش أنا. طمأنت الحكومة أفراد الجالية المغربية المقيمين بالخارج بخصوص الجدل الدائر حول اتفاقية التبادل الآلي للمعلومات المالية بين المغرب ومجموعة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. وأكد مصطفى بياتاس الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة أنه لا يوجد أي أمر يخوف مغاربة العالم.
ما قالش لا توجد الاتفاقية، الاتفاقية كاينة، والاتفاقية المغرب مجبر على أنه ينفذها، لكن الآن الحكومة وقعت في واحد الورطة، كتقول كيفاش أنا ننفذ هذه الاتفاقية؟ كيفاش ما نضرش الجالية ورضي الجالية ما تسخطش عليا، لأن كتصيفط العملة الصعبة هو ذكرها اليوم في التصريح ديالو، قال بأن الاقتصاد غادي مزيان بفضل التحويلات ديال الجالية المغربية، قال كيفاش ما نخسرش مع الجالية المغربية ولكن في نفس الوقت ما نخسروش مع المنتدب الدولي ومع الاتحاد الأوروبي، أننا نبانو يعني كنفوا بالاتفاقيات والعهود، يعني كاين واحد الموقف محرج حقيقة لا تحسد عليه الحكومة المغربية، لكن خصهم يفضلوا المصالح العليا ديال الجالية المغربية، لأن الجالية هي اللي واقفة مع البلاد، راه أكثر من 8 مليون مواطن مغربي مقيم خارج أرض الوطن، كيصيفط يعني العملة الصعبة يوميا كتدخل الملايير إلى المغرب. كذلك الخوت كما كتشوفوا قال أنه لا يوجد أي أمر يخوف مغاربة العالم. وطمأن بياتاس الجالية المغربية بالخارج خلال الندوة الصحفية التي أعقبت المجلس الحكومي اليوم الخميس بالقول ما كاين حتى حاجة تمس بالحقوق ديالهم أو وضعيتهم. يعني هو طمأن الجالية، لأن الصحفي حقيقة أشرف اللي مشهور تبارك الله، واحد الصحفي شاب وغيور، وصل صوت الجالية، وأنا أصلا تاني كترسلت الأخ أشرف لأن كنعرفو هو كيمشي كيجلس يعني مع في الندوات الصحفيه ديال الناطق الرسمي باسم الحكومه، كنت راسلته على هذا الموضوع، ما عرفتش يمكن استجاب لينا ولا استجاب للراي العام عامه، لان حقيقه جميع الاخوان كيتكلموا على هذا الامر. قال ليه راه الجاليه راه ما دخلاش السي باياتاس، السي الناطق الرسمي باسم الحكومه، السي اللي كتمثل الحكومه، ما دخلاش الجاليه باش تدوز الصيف وتبحر، راه عدد كبير دخل باش انه يهز فلوسه ويهز ويبيع الممتلكات ديالو ويسلت، وهذا امر خطير. علاش نتوما بقيتوا ساكتين وانا كتشوفوا جميع الناس كتكلم على هذا الموضوع، ولكن الحكومه باش تخرج تقول الجاليه لا 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 راه هادشي ما كاينش، ولا كيفاش كاين، ولا ما يضركمش، علاش بقيتوا ساكتين؟ الناس دخلت تبيع الممتلكات ديالهم. فهو جاوبهم قال لهم يعني انا كنأكد للجاليه انه ما كاين حتى حاجه تمس بالحقوق ديالهم او وضعيتهم. الاتفاقيه راه كاينه، حيت راه كاينه في البرلمان، هذه ما يمكنش فيها، واكدوها جميع البرلمانيين اللي كاينين يعني في قبه البرلمان. كذلك الخوض نكملوا، وكان افراد من مغاربه العالم قد عبروا عن تخوفهم اثر احاله اتفاقيه التبادل الالي للمعلومات الماليه بين المغرب ومجموعه منظمه التعاون الاقتصادي والتنميه على اللجنه البرلمانيه للشؤون الخارجيه والدفاع المدني والشؤون الاسلاميه والمغاربه المقيمين بالخارج، يعني كاين في البرلمان هذا الموضوع كيتناقش، خوفا على ممتلكاتهم وارصدتهم بالمملكه بالاضافه للعواقب القانونيه التي تهددهم في بلدان اقامتهم. جالية خايفة ومرعوبة، ومن حقها تخاف ومن حقها ترعب، لأن ما كتعرفوش نتوما الدول اللي كيقيموا فيها راه ممكن أنهم يجريو عليهم من السكن، ممكن أنها تكون متابعات قانونية. علاش أخويا حنا كنعطوك مساعدة هنا، ولا أنت جامع زباب الفلوس حاطها في بلادك وشاري العقارات تما وكتخلص لا ضريبة لا والو، أنت الفلوس كاملة كتخرجها من هنا وكديها لتما، ما كتخلص لا ضرائب لا والو، كتستافد من بعد المساعدات، فأمر خطير. لكن بياساس انا لحد الساعه ما قنعنيش، انا ما تقنعتش، انا وطالب باش انه يخرج رئيس الحكومه ولا وزير الخارجيه ناصر بروتا ولا السيد بياتاس يعني يوضح. شوف غير الجواب ديالو كان قصير، ما يخافوش ما نضروهمش وكذا، لا سيدي وضح لينا، قول الجاليه لا راه الاتفاقيه ما غاديش نطبقوها بهذه الطريقه، راه غادي نطالبوا بتعديلها، لان الاتفاقيه واضحه، انت مسين عندك الاتفاقيه راه عندك في البرلمان قريب باش تطبقها. اتفاقيه واضحه اش كتقول؟ كتقول لك اعطيني المعلومات ديال المواطنين المغاربه اللي كيقيموا عندي في بلادي، يعني بلادي كنقول بلجيكا فرنسا اي بلد كيطالب المغرب باش يعطيه المعلومات العقاريه والمصرفيه ديال المواطن اللي ساكن في البلد الاجنبي، وبالمقابل عاوتاني بلجيكا تعطيك المعلومات ديال المواطن البلجيكي اللي كيعيش في المغرب. يعني هذه الاتفاقيه واضحه، واش المغرب غادي يطبقها وغادي يضر الجاليه ويضحي بها، او انه غادي يبقى يتماطل يبقى يبعد فيها ويديرها من اللجنه ويطالب بالتعديل ويبقى يلوح في الدوسي يبقى يلوحو حتى لواحد المده في الاخر خصو يطبق، او لا في الاخر خصو يترفض، وهنا الترفض غادي تكون كارثه على المغرب، لان اتفاقيه دوليه خص المغرب يلتزم بها. يعني الحل الوحيد والحكومه خصها تبقى تلعب داك الدوسي، تلوح فيه، تلوح حكومه، تلوح الحكومه وصافي، برلمان يلوحو البرلمان، لجنه تلوحو اللجنه، هذا هو الحل الوحيد. اما حتى التعديل ما عندك ما تعدل فيه، واضحه الاتفاقيه، عطيني المعلومات ديال الناس ديالك اللي عندي، نعطيك الناس ديالي اللي عندك، صافي واضح. لكن بياتاس راكم شفتوا علاش، لان ما عندوش ما يوضح، قال الجاليه لا ما تبيعوا لا ديور لا والو لا هذه، راه ما غاديش نضركم، راه ما غاديش نمسوا بالحقوق ديالكم ووضعيتكم في البلدان اللي نتوما مقيمين فيها. نتمنوا بان الحكومه تكون عاقله، لان غادي يكون دمار على الاقتصاد المغربي الا مشاو فعلا عطاو المعلومات
البنكية والعقارية للدول الأوروبية، وفعلا انتشر هذا الشيء في أوسط الجالية. الآن الجالية عندها منابر ديالها خاصة، راه ما كتسناش قناة دوزيما ولا الأولى اللي تضوي على الجالية. الآن الجالية نشأت قنوات ديالها خاصة، أصوات ديالها خاصة، وصوتها كيوصل يعني تبارك الله. يعني عندنا قنوات كيوصلوا الأصوات ديالها بزاف تبارك الله. فالحكومة خصها تعرف بالخطورة وخصها ما تطعنش الجالية المغربية في الظهر. والحمد لله اليوم كاينه استطمينات اللي بغيت انا نوجهها للجاليه. ما تخافوش، الى حد الساعه كاينه ضمانات مع عند الحكومه تؤكد بان ما غاديش تعطي المعلومات ديالكم. كاينه ضمانات الى حد الساعه، وانا اظن بان الحكومه ما تقدرش تعطي، الا ان الا عطات بديك الطريقه هكا تجي وتعطي، راه ضربه للاقتصاد الوطني. انا كنتمنى يكون عقلاء. انا غادي نعاود نراسل الاخ اشرف لان عندي كونتاكت ديالو، غادي نعاود نراسلو ونتمنى بانه في الخميس القادم ولا في الاجتماع القادم ديال الحكومه مره اخرى يطرح السؤال، ولكن يطلب من الناطق الرسمي باسم الحكومه تفاصيل دقيقه، واش غادي يعطيو المعلومات ديال الجاليه الدول الاوروبيه، وكيفاش غادي يديروا تخلصوا من الاتفاقيه. من حقنا كراي عام كجاليه نعرفوا واش كيدور في قبه البرلمان، نعرفوا واش كيدور في هذه الاتفاقيه اللي ممكن ان تدمر عدد كبير ديال الجاليه المغربيه لا قدر الله. اذا الاخوان نتمنى نكون وضحت لكم هذا الامر هذا. ما تبخلوش علينا بالاراء ديالكم لان كنشوفها كامله وكنتبعها كامله، ومهمه بالنسبه لي التعليقات ديالكم. ما تبخلوش علينا باللايكات والبارتاج. الى اللقاء، نتلاقاو ان شاء الله في فيديو اخر.